مرحبا، أنا الطالب مسلم جلوبة، سنة رابعة هندسة قدرة وطاقة كهربائية. وأنا قصي بوغلي، سنة خامسة هندسة إلكترونية. وأنا الطالب رامي الناصر، ثاني سيادة هندسة اتصالات. وأنا الطالب أحمد الحلاقة، سنة رابعة هندسة قدرة وطاقة. بدنا نحكي عن مشروعنا الإمبيدد سيستم اللي هو بي أو في كلوك بإشراف الدكتورين أسامة خليل وطلال العبوان. بلش. بدي أشرح لكم عن الكومبوننتس تعون مشروع بي أو في. هون عندنا المايكرو كنترولر اللي هي 16F77A موصلينها مع كريستال أوسيليتر 8 ميجا هيرتز. هون عندنا ريسيت بوتوم، وهون عندنا فولتج ريجوليتر، وهون عندنا 2 كاباسيتر. طبعا هون عندنا 8 الاي دي بالاضافه الى ار جي بي، وهون عندنا بطاريه 9 فولت، وهون عندنا دي سي موتور. هاي هي وعندنا هون طبعا الريسيفر، وهون عندنا الاي ار ترانسميتر. طبعا عندنا 8 لدات، 7 شبكناهم على بورت بي، اللد الثامن شبكناه على بورت دي بين 2، والار جي بي شبكناهم على بورت سي بين 01. تركنا ار بي 0 عشان نشبكه للاكسترنال انبوت، وطبعا عندنا ريزيسترات عشان السيفتي تبع اللدز. طبعا البي او في كلوك تاعتنا بتتكون من 2 فولتج سبلايز مختلفين تماما، منفصلين تماما عن بعض. اول شيء الفولتج باور سبلاي تاعتنا اللي بتزود الدي سي موتور مع الاي ارز، وحاطين 2 ريزيسترز للاي ار عشان تو بروتكت. ثاني شيء عندنا 9 فولت بطاريه، هاي البطاريه بتزود المايكرو كنترولر تاعتنا والليدز تاعنا. بما انه البطاريه 9 فولت اضطرينا ان نستخدم فولتج ريجوليتر يحولنا من 9 فولت ل 5 فولت، واضطرينا ايضا نستخدم 2 كاباسترز عشان يقللوا النويز. وعندنا هون ترانسيفر شبكناه مع 2 بارل ريزيسترز. هلا بالنسبه للبي او في كلوك تبعنا، كل ما بدها بشتغل على الانتربتس اللي هم الاكسترنال انتربت والتايمر زيرو. عندنا هون 2 اي ارز، لما نشغل البروجكت ببلش الدي سي موتور يلف، فلما يمرق البورد على اول اي ار ببعث الترانسميتر للترانسيفر سيجنال اللي هو بيعمل له انتربت. لما يكمل اللفه بوصل هون وبعمل الانتربت الثاني. هلا بعد ما يعمل 2 انتربتس، الفرق بيناتهم بالتايم نقدر نحسبه هون، نعرف قد ايه بيستغرق وقت عشان يمرق بين الاثنين. وهذا الحكي اللي راح يبلش يدوين للليدز اللي هي راح تبين معنا كساعة. هلا في عنا نحن هون 8 ليدز وعنا 1 ار جي بي. الار جي بي كل 5 لفات راح يعطينا انه ضوء مختلف عشان يبين لنا انه هي فعليا 12 ضوء حسفوا، لان ساعات 12 وحده 2 3 وهكذا، وهذا هو الشيء اللي بخلينا نميز بين الوقت. وبالنسبه للليدز عارفين العقارب على اساس انه يكون عقرب الثواني اللي هو اطول واحد 8 ليدز، وعقرب الدقائق الاكثر منه 6، وعقرب الساعات اللي هو اكثر واحد 4. فلما يلف بسرعة اللي بيكون الفرق بيناتهم فعليا ما بيكون كلياتهم طويلين مع بعض، بس بيكونوا بضغط، والفرق بيناتهم الدريب بيكون 120 مايكرو سكند وما بتبين هي اصلا للعين. فهي الفكرة بالضبط زي هيك، بنشغل البروجكت بلف الدي سي موتور، بمرق على الاول بيعمل انتربت، بمرق على الثاني بيعمل انتربت، بحسب الوقت اللي بيناتهم، ببلش يطلع عندي عقرب الثواني، بكون الدقايق والاور ساتهم ثابتين، والثواني ببلشوا يلفوا اللي هم اطول عقرب عندنا. بعد ما تلف اول لفة ببلش المينتس يتحرك وهكذا. هي يا جماعة زي ما انتم شايفين الساعة كالتالي، في عنا عقرب الساعات اللي هو القصير والدقائق والسكندز. هلا اذا بنستنى تلف لفة كاملة راح يزيد عقرب المينتس واحد وبس. هي فعليا قاعدة بتلف بسرعة عالية. هلا بتشوفوا لما نضغط الضوء عليها تبين اكثر، هي فعليا بورد قاعد بلف.